الآن إحنا طبعًا جوا السيارة، هذا الداشبورد حق الـ M5 اللي هو نفس الـ 5 سيريز. طبعًا أنا أول ما جربت السيارة كنت بس على 407 حصان حقتها العادية، الماكينة 5 لتر 10 سلندر. الزر هذا الصغير ذاك كلمة باور هنا بيخلي الماكينة 510 حصان، وهذا إحنا بيسكلي الآن اللي حنجرب الماكينة على البرفورمانس هذا، حنشوف كيف قوة السيارة دي أو ميزة السيارة هذه كيف حتبتدي معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين؟ Here we go. قدام مشوار السيارة لو بدي اقفل 330 كيلومتر في الساعة هتقفل بالراحة. بس انا اقول تجربة بسيطة، السيارة من احلى ما يمكن ومن اقوى ما يمكن عزمها، وبصراحة فيها ردة فعل عنيفة جدا. انا هذا اللهم كذا يعني حبيت زي ما يقولوا لمحة بسيطة نجرب السيارة ايش اللي ممكن تعمله. السيارة طبعا هذه في المسافة دي انا عارف هتقفل فوق 250 كيلومتر في الساعة، بس هقول لكم ليش ما قفلت فيها 250. لسبب واحد بسيط، صاحب السيارة وزميلي وحبيبي أسامة غازي معايا في السيارة اللي هو بصور الآن. أسامة من أصحابي من الصغر من أيام المدرسة بيسكلي. أسامة نفس الحكاية، يعني ما نعرف أقول هي هواية هو هي عدوى، يعني إيش بالضبط؟ ما أنا حابب أسميها أكثر من كلمة عدوى. عدوى مكلفة، هواية مكلفة، علاقة غرامية مكلفة جدا مع السيارات. أسامة غازي من الجماعة القلال جدا في جدة اللي بياخذ كل شوية طفشان، يقوم ياخذ بروجكت سيارة ويعدلها 1000 حصان 1200 حصان 1500 حصان. البروجكت الجاي حقك شو أسامة؟ البروجكت الجاي إن شاء الله نيسان باترول فيتك 4.8 لتر. أوكي. ينزل عليه T63 HKS توربو. الكيت كامل الطقم حق الـ HKS، شركة الـ HKS حق التوربو. التوربو اصلا كيبل ل 1000 بلس هورس باور. احنا وي ويل جو على سيف سايد، وي ويل هيت اراوند 900 حصان 900 هورس باور اون ويل على الاسفلت. على الاسفلت 900 حصان. نعم. يعني معناته على الفلاير على 1200 1360 تقريبا. بالضبط. لانه خد بالك الوزن حق السياره الاضافي ودفره، حتخلي تفصل تخلي دفر تفصل دفر رباعي ولا تخلي دفر رباعي؟ لا 4x4 دفر رباعي. دفر رباعي و... أيوة. الله عينك تلاقي كفرات وديفرنس استحمل ده كله. صحيح. راح تشتغل على الناحيه دي جامد. في ناس طلعوا طبعا، هذه تعتبر اول تجربه في المملكه كنيسان باترول بروجكت. اخواننا في الخليج بداوا 2500 وصلوا اون ويل 1300، بتكلم عن 1600 حصان اون ويل فلاي ويل. فلاي ويل. هي لانه انت تستخدم ستريت يوز، يعني الاستخدام على الاسفلت. نعم. انا شفت واحده في دبي 2500 حصان بس ما يستخدم اسفلت. 2500 حصان الماكينه على فلاي ويل مش على الاسفلت. 2500 بس حق المرعب. صحيح. استخدمت تل المرعب اللي هي هذه معظم السيارات بتكون الانجن حقها امريكي. يا شيفي يا فورد. صحيح. بيج بلوك. صحيح. لكن احنا بنشتغل على نفس الماكينه حقت السياره، نفس الانجن حق النيسان الباترو. حلو ممتاز. ويعتبر الانجن هذا من الميزات اللي موجوده في السياره اللي هو ال 6 سلندر ان لاين. 6 سلندر في خط واحد في خط مستقيم. نعم. ال 4800 سي سي. نعم. انا بصراحه كنت اشوف الماكينه دي على قد ما هي مرعبه حجما، كنت يعني اشفق على الماكينه لانه حجمها بيستم مره كبير. صحيح. على 6 سلندر منزلين على الحجم ده كله يعني. صحيح. الصراحه الشباب هنا في السعوديه وصلوا لانجازات برضو كمان لا يستهان بها. عملوا من السكاي لاين الجي تي ار 1600 حصان على 2.5 لتر. السكاي لاين الشكل القديم. الشكل القديم. نعم. نعم. الجديد سمعت انه واحدة على 900 حصان 950 حصان. موجودة. جديد انا عجبتني اكثر. اذا حبيت ممكن كذا نرتب يوم ونروح نشوف السيارات هذه كلها موجوده يعني. طيب ممتاز ممتاز ان شاء الله. عندي رحله لدبي ان شاء الله، عندي كم تجربه مجنونه لدبي ان شاء الله. بعد ما ارجع نكمل التجارب المجنونه هنا في جده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. السياره طبعا حقت اسامه، وانا محترم نفسي شويه ما اخذ راحتي بكثير فيها لسبب واحد بسيط، يعني ما اخذت منه السياره وقلت له استلفها اسوي اللي في راسه وارجع. اسامه قاعد جنبي، ف يعني زي ما اقول ايش لمنع وقوع مشاكل
فحتى في تجربة السيارة شوية فيعني ما بدي أحكيك مسامة بيض جنبي من الفجعة، لكن حنصور السيارة الآن من جوا، حنصورها من برا كمان حتكلم عنها. السيارة أنا عارف إنه السيارة يمكن أنا جربت السيارة دي قبل كده، جربتها في كذا موقع. الفكرة كلها إنه بجرب السيارة اليوم وأنا عارف إن الموديل انتهى، وماني حابب أقول الموديل مات، بعض السيارات تكون ماتت، هذا الموديل أتغير شوية، ما حنقول غير إنه تغير، لأن السيارة بالقوة دي والإم باور والإنجن كونفيجريشن، طريقة الماكينة بالشكل ده، الجير بوكس 7 نمر تيبترونيك، فيها الزر حق الباور، السيارة واسعة الأربع أنفار من وراء. طبعا أسامة راح كمان فيها ذا اكسترا مايل الكربون فايبر من برا من تحت على اللي هي الايروداينامكس كيت، النسافات الهواء اللي تحت طبعا اللي محطوطه من قدام السياره من ورا والاكزوست. الماكينه حتى فيها كمان كمبيوتر الاي سي يو تعمل له فلاش ري ماب، تعمل له اعاده برمجه بحيث انه ترفعت الماكينه من 507 حصان 510 حصان بعد التعديل لحوالي 560 حصان. ف هذا أسامة اللي أنا أعرفه من زمان، وأعتقد هو زي ما أقول أنا وأسامة طول عمرنا نكون في حكايات من يوم أيام المدرسة، ودائما نتخانق ونتناكف ونتسابق ونتصارح على السيارات، فكان دائما كل مواضيع السيارات. أعتقد إنه حريم عندهم نفس المشكلة في الحكاية أنا وأنت، لكنه وولف باي ناو يعني.